الحمد لله، يعني شايف ان النهارده الاداء كويس وفي روح وفي يعني تحس ان في دافع عند اللعيبه، الريتم عالي، حتى الريتم الاداء كله كويس وسريع. فانا شايف الحمد لله النهارده الكابتن يوسف وجهاز فني ككل يعني جربنا الطريقه اللي احنا ان شاء الله هنلعب بها مباراه اليوبار. فالحمد لله طبعا في ابو تريكه طبعا ما لعبش، تعرف ابو تريكه عنده يعني كدمه قويه في انكر رجله، بس ان شاء الله من بكره ممكن يبقى موجود في التمرين. فبشكل عام الحمد لله يعني مباراة مهمة اللي جاية، وبرضو عايزين برضو يعني مش عايزين ناخد سلبيات المباراة اللي فاتت، انما ان شاء الله احنا عندنا طموح كبير جدا ان شاء الله ان احنا هناخد البطولة دي باذن الله، وبداية ان شاء الله مباراة اليوبار في الكونغو. عندنا امل في اللعيبة وعندنا طموح كبير جدا وعندنا ثقة في لعيبتنا، اللعيبة رجالة والموقف الصعب بيبان معدن لعيبة النادي الاهلي. فان شاء الله المباراة اللي جاية مهمة، وان شاء الله باذن الله هنحقق فوز ان شاء الله في الكونغو. كابتن السعداد شريف اكرامي للمباراه واحمد عادل. شريف وعادل وابو السعود كلهم الثلاثه بيتمرنوا بشكل، ابو مسعد جه معانا يومين وبعدين راح المنتخب. شريف الحمد لله بيتمرن بشكل كويس، وعادل وابو السعود النهارده شريف لعب جزء من يعني لعب معظم المباراه، وعادل خد اخر 25 دقيقه. فالحمد لله بشكل عام الحمد لله. طبعا ظروف الماتشين اللي فاتوا، طبعا ماتش حتى بما فيهم ماتش الزمالك، تعرف بنلعب في صيام، بنلعب في جو درجه حراره مرتفعه، فشايف ان الظروف دي كلها غير بقى كمان ممكن يعني الظروف دي حاجه، وكمان معكش توفيق يعني ما كناش يعني ماتش اورلاندو ما كناش موفقين، كان في سوء توفيق كبير، ضربه الجزاء والكره اللي ضاعت وبعدين طرد احمد عبد الظاهر في نهايه الشوط الاول. فكل ديت، بس احنا دايما ما بنحبش نلاقي مبررات للاداء اللي مش كويس او للنتيجه، دايما احنا بنشوف احنا عندنا اخطاء وعندنا عيوب فلازم نشتغل عليها مهما كان. مفيش توفيق ومفيش يعني اكيد راجع ان احنا في حاجات عندنا لازم نصلحها ولازم نشتغل عليها. فزي ما بقول لك في سلبيات كانت موجوده في المباراتين اللي فاتوا بنشتغل عليهم ان شاء الله. بالنسبه لنا شريف وعادل وابو السعود من اول يوم على طول بنيجي من التمرين بنشتغل على كل السلبيات اللي احنا وقعنا فيها المباراه اللي فاتت، وان شاء الله نحاول نتلافاها الماتشات اللي جايه.